ايش يعني؟ المعنى انه صبحي يقدر يحكي معاهم ويتاكد انهم بجودة بالكركون. فارم عليك وعلى البطن اللي حملك يا صبحي. هلا ايش بدنا نسوي احنا؟ نستنى صبحي؟ لا لا، ما بدنا نستنى، بدنا نروح على القرنة اللي وعدنا فيها. يلا شباب، يلا يلا يلا, يلا. يلا نلعب من هون. انت ويا استلموا الباب، انت استلموا محلهم، وين ما تجي العناصر تساعدكم. العمى دارك مسكرين مدخل الحارة، شو بدي اسوي هلا؟ لازم اعق الشباب ولا يهمك. فوت على الجامع ومن الجامع على المادني ومن المادني على الاسطيع، من هنيك بتدبر حالك. ايه بس اسرع، اطلع دارك صار وراني. وابدن شباب. صبحي ليش تأخرت؟ صار معي شغلة أخرتني، بعدين بحكي لكم إياها. بسيطة، هلأ أنا وأبو أحمد فايتين وأنتوا اثنين بتلحقونا. ماشي ماشي. الله معنا. لا إله إلا الله يا رب. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. منلاقي أبو جودت هون؟ إيه هون. شو في منه؟ الداعي أبو أحمد، أنا جايب له رسالة من عند أخوه اللي بالقديس. إيه تكرم، حضرتك من هني؟ آه والله من هناك. والأخ؟ الأخ قرابتي، قرابتي من الشام. إيه أهلا وسهلا الحولي. لحظة، كأني شايفك قبل هالمرة ما؟ إيه مزبوط مزبوط شايفك. عايدك لك ما حلك تفهم مني اقرب لك من خيالك ولا ابو احمد؟ خذ فندق. لا يستر على عرضك يا معتز، كله للفرد. دخيلك والله بيخرب بيتي. الله يخليك لك. هلا الفرد اغلى من روحك لك ابو جودات. لك والله ما سويت شيء، شو بكبرني؟ امشي معنا على نصتك، ولك احسن ما اسلخك رصاصه بنص راسك. لا يا سيد معتز، ببوس ايدك بلاها. لا طالعني خطف منها ومن قدام العناصر من المغفر، ببوس ايدك. بدك تخرب بيتي يا اخي. ابو احمد اشحطوا قبل ما يرجعوا العناصر. اشحطوا يرجعوا العناصر؟ يعني اخباريه خناقه حرب النعناع كذبه؟ صح النوم، ما انت ولا على بالك نايم في العسل. امشي ولا امشي شباب. امشي يلا امشي امشي. حبيبي يا ابو حاتم، الله يمسيك بالخير، والله ما عم صدق عيوني. اهلا وسهلا فيك يا ابو جودات. شو نعمل في عم يا ابو حسن؟ قلت له فشكه براسه. امره لا بوزي كلا بوزي كلا توصوني بوزي ده كان واحد واحد. والله يا جماعه انا ما دخلني جرحي لحد الله ما طاب. الله وكيلكم ما دخلني، توصوني بشار الله. خايف من الموت ولك ابو جودات؟ ما هيك والله يا سيد معتز، خايف. اي والله خايف، في حدا ما بيخاف من الموت؟ وما زالك خايف من الموت؟ ما تبطل هالنداله وتكنه تهدبا. وحياة معزتك يا أخي أبو حاتم، بطلتها من زمان الله وكيلك. لك شلون بطلتها؟ ولك شلون بطلتها؟ الرجال اللي أخدوها من الحارة، مو أنت اللي فسدت عليهم قالك واطي؟ مو أنت؟ الله وكيلك مو أنا، قاعدة معفت إيش كان أنا؟ أنا ما دخلني، بالعكس يا جماعة الله وكيلكم، دريت أنه خاطر ابنه بخاطر ابن السبيتان، أما تروح تشق عليه وتطمن عليه، لو كنت بدي بلغ عنه كنت بلغت عنه وشحطوه. خاطر؟ قاعدة معافيتي ورحمة أبوك يا سيد معتز، ما عم كذب. إذا ما بتصدقوني بعتوا واحد من طرفكم خلي شق عليه. بعدين أنا قاعدة بالمؤاخذة، لو كنت بدي ضرك ضريته والحكيم اللي عالجه. أبو جودات مرني أخي وحبيبي أبو حاتم، مرني. أنت بتمر على رقبتي. هي فكاكة انه يطلعوا رجال كلياتهم من الحبس، واولهم عصام، وبكره قبل الظهر بيكونوا بالحاره. شلوني معاه؟ لا
بدخيلك يا ابو حاتم بدخيلك. والله انا ما خصت ما بيطلع بيدي هيك شغله. هاي شغله شغله ضابطيه وشغله مستشارين وعسكريين فرنسيين. الله وكيلك انا ما بيطلع بيدي. صدقني يا ابو حاتم اني يلي مسكوني وقدور على التحقيق. ولك شلون ما بيطلع بيدك؟ ولك شلون ما بيطلع بيدك؟ انت حشير مناخيرك مثل العاده بيناتهم وقول لهم هدول الرجال ما لهم علاقه بشي. بيطلع بايدك. حاضر خلص. ورحمه ابوك ابو عصام لحاول لحاول. خلص يا جماعه سدوني لحاول. هي لحاول وبركدان وبعمل على قد جهدي ما عاد يمشي معنا هلا. بدك توعدنا وتنفذ والا بيكون بكره اخر يوم من عمرك. ويارك فشكي. اكلها عمي اكلها. وهون وهو بيعرف انه نحن ما بنمزح منوب. مزبوط مزبوط مزبوط. سمعت. خلاص خلاص. الله وكيلك راح عشر مناخيري بالموضوع. بركدان بينحل ان شاء الله. يا رب ينحل. طب شول عيونه وخذوه لعند النهر. هلا هدول كلمتين اللي كنتوا عاوزيني فيها. الله يسامحك يا سيد محتس. طب كنا قلنا ان احنا قاعدين بالكراكول على كاسه شاي. يعني ما كان في داعي تقل على الرجال. يعني اسكت عدم المؤاخذه من فمك غير من اوديها يا رجال. ما تاخذونا صدرك شو بتحكي. عدم المؤاخذه يعني. امشي لشوف هلا بدك. اعطوه فرده قبل ما يمشي. وزع العناصر على زوايا الكراكول. ديروا بالكم منيح. ها حاضر سيدي. الو يا قياده لكنتوا علينا بقى. ان شاء الله خبرت الداخليه اللي صار. ما عمي علي الخط سيدي. منيح منيح كثير. ولدك مرتاح؟ بلا سيدي ولدت وجاب الصبي. يا رب بيعزك ان شاء الله. سيدي فهمني شو صاير. لا ما صار شيء. شغله عاديه. سيدي شلون يعني عاديه؟ ثلاث عناصر من مخفر مربوطين بالحبال والمخفر فاضي وحضرتك مختفي. انا ما كنت مختفي وانا اصلا عملت هالعمليه. انت هيك عملت قصدا سيدي؟ اي نعم عملت هيك قصدا لحتى اشوف جاسية الكراكون. خليت كم واحد يفوتوا على الكراكون ويخطفوني. خبريت خناقة حارة النعنع يلي راحوا علي العناصر ما لقوا فيها شيء. كمان كذبة وانا فبركتها لحتى اشوف الجاهزية. قادرين تحموا المخفر وتحموا حالكم؟ اما طلعتوا للاسف هبط بيض الوش. لا قادرين تحموا حالكم ولا قادرين تحموا المخفر. واذا استمريتوا على الحالة رح تخربوا بيتي. فهمان؟ نلعب الخريطة. خليك تساوي لي كاسة شاي. حاضر سيدي. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا جيت لعندي مبارح وسألت عني؟ ايه نعم يا سيدي. سيدي ما كان في داعي جنابكم تعزبوا حالكم وتجوا لهون. انا كنت براسي رح روح لعندكم ونحكي لنا كلمتين بموضوع التحيات سيدي. شو كلمتين بموضوع التحيات؟ بخصوص مين؟ بخصوص رجال حارة الضبع سيدي. شبهه؟ سيدي هدول الجماعة يلي ألقيتوا القبض عليهم سيدي. هدول الناس ما لهم علاقة بشي وما عندهم خبر باللي صار. بعدين هدول ما لهم من جماعة أبحاتي وخص نص عصام وأبكاسي. أبو جودات أنت حكيت غير هيك. مزبوط يا سيدي أنا حكيت غير هيك. صراحة يا سيدي أنا كنت مقهور منهم كتير لأنه في خلافات شخصية بيني وبينهم يعني. بس بعدين لا ما بيجوز. حرام في آخر سيدي. لذلك خفت أنه كلام اللي حكيته يأثر على مجريات التحقيق معهم سيدي. هلا هن بالتحقيق إذا كانوا بريئين بيطلعوه. سيدي بركي بتتدخل الموضوع. الله يوفقك. وبركي بتطلعوه هون اليوم قبل أذان الظهر. شو أنت شني؟ قرارهم بيد المستشار العسكري. بعرف يا سيدي
مشان هيك بدي جنابك تحكي مع جناب الكومندان، يحكي مع جناب المستشار يتدخل ويطالعهم. يا سيدي الله يطول بعمرك. وشوفتك انت ليش اكل همهم كل هالقد؟ ضميري يا سيدي ضميري، صدقني ما بعرف شو بيصير لي اذا ما طلعتوهم. يا سيدي انا ما بقدر، ضميري حي وما عم بقدر نام طول الليل، بخاف اذا واحد مصدوم يكون بالسجن وانا ظالمه. يا سيدي كرامي لله، ببوس ايدك ببوس ايدك، طلعهم يا سيدي الله يوفقك.